بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في بارت 3 في جزء بتاع البايل هنكمل أنواع الخوازيق. إحنا قلنا أنواع الخوازيق بتاعتي بتبقى على حسب أنت عايز تصنفها طبقا لإيه. فإحنا هناخد النهاردة تصنيف الخوازيق طبقا لأسلوب نقل الحمل للسويل، وده تصنيف مهم جدا جدا عما نيجي نحسب البيرين كاباسيتي بتاع السويل. ففي عندي فريكشنال بايل. فريكشنال بايل بيبقى ايه اللي بيحصل؟ ان انا بيبقى عندي السويل بتاعتي بتعتمد على مين؟ على الايه؟ الفريكشن ما بين الخازوق وما بين السويل. فبنقول if major part is taken by the shaft of pile when very weak soil of large depths are available. مفيش عندي خلاص هنا، يعني هنا مفيش عندي تربه قويه تحت قوي عشان تشيل، فبقت القصه كلها على الفريكشن بايل. وفي الاند بيرنج بايل، لا ده انا بلاقي هنا الخازوق بتاعي في الاخر بيرتكز على مين؟ على الروك او على صخره، حاجه قويه بتدي قوه عندي، فده بيسموه اند بيرنج. بنقول when a soil layer of reasonable strength is available at reasonable depth. وفي طبعا الكومباينيشن اوف تو، يعني عندي فريكشن مع البيرنج بايل، يعني في ده ومعاه كمان البيرنج بايل. ده مهم جدا ان احنا نعرف التصنيف طبقا لمين؟ لاسلوب نقل الحمل. نيجي للموضوع اللي هو طويل شويه، اللي هو تصنيف الايه؟ الخوازيق طبقا لاسلوب الانشاء. بنقول ذا انستاليشن بروسيس اند ميثود اوف انستاليشن مالها تعتبر مهمه جدا، موضوع ان احنا ازاي بنبتدي نجهز الخازوق ونصبه او ندقه، ده تعتبر مهمه زي بالظبط عمليه التصميم، يعني الاثنين دول مهمين جدا، يعني التصميم والتنفيذ حاجتين مهمين. فبنقول ايه بقى؟ ذا تو مين تايبس اوف بايل، ازاي بس بنفذ الخوازيق بتاعتي؟ يا اما انستوليشن باي بايل هامر، يعني ابتدي ادقه، يا اما بورينج باي ميكانيكال اوجر، يبتدي احفره وابتدي احط الخازوق بتاعي بعد ما بحفر مكانه. ان اوردر تو افويد دامج طبعا تو بايل، ما انت ممكن وانت بتصمم لازم اثناء التصميم بتاعك الانستوليشن ميثودز اند انستوليشن اكويبمنت شود بي كيرفولي سيلكتد، يعني لازم تقول له وانا بصمم الخازوق نفسه، والله انت هتعمله مثلا هامر، طب الهامر ده نوعه ايه والقصه بتاعته ايه والحمل بتاعه قد ايه. طيب if installation is to be carried out using pile hammer then the following factors، لازم ناخد العوامل ديت لو انا عندي هبتدي اشتغل في pile hammer او هدق الخازوق. اول حاجه ايه؟ لازم اعرف مقاس ووزن الخازوق نفسه. تاني حاجه الدرايفنج ريست، يعني وانا بدق كده ما هو اكيد حاجه هتضايقني، فعايزين الدرايفنج ريزيستر which has to be overcome to achieve the design mean penetration، عشان تبتدي ايه تقاوم الاختراق بتاعي. the available space and head room of the fight، يعني برضك لازم ابتدي اشوف المسافه اللي انا هدق فيها. availability of cranes، احط كرينز اللي انا هدق بيها ديت ازاي. النويز، يعني انا المنطقه بتاعتي ممكن تبقى فيها مشكله ان انا اعمل نويز، انا عمال ادق دوت بيعمل ايه؟ بيبتدي يعمل دوشه، فلازم اخلي بالي منها. طيب لو هنتكلم على اسلوب التنفيذ بتاعتي، فعندي نوعين من الخوازيق. في عندي displacement pile وده بايل which are driven، يعني ايه؟ بيدق. ار تيرمت ساعات بيسموه ايه؟ displacement ايه؟ بايل. because their installation method displace laterally the soil through which they are introduced، يعني ايه؟ يعني انا عندي مفيش هنا براح، فبحط خازوق وابتدي ادقه، فلما بدقه ايه اللي بيحصل؟ التربه اللي هنا بتبتدي تتحرك، يحصل لها displacement، عشان كده سموها displacement mean بايل. اما الريبليسمنت بايل، لا ده انا بحفر وبعدين هبتدي احط الخازوق بتاعي. بايلز ايه؟ that are formed by creating borehole into which the pile is in the cast or placed، يعني ممكن احط الخازوق جاهز وممكن اصبه كمان في الموقع بتاعي، فده بيسموه replacement mean pile because existing material usually soil mainly is removed، بتتشال وبعدين تبتدي تتحط مكانها مين، عشان كده سماه replacement، عشان السويل بتاعتي بيحصل لها ايه؟ replacement. زي ما انت شايف ده خازوق ماله ده driven، ماشي، فdriven بيعمل مين؟ بيعمل displacement. لكن هنا لا، ده انا حفرت وبعدين حطيت الخازوق اصبيته، فده بيسموه ايه؟ ساعات بيسموه البورد بايل او ساعات بيسموه الايه؟ replacement ايه؟ بايل. طيب بنقول ان احنا عندنا اللي احنا قلناهم اللي هو displacement بتاعتي ممكن تتجزأ تاني، يعني في عندي displacement، في large displacement وفي small displacement. اللارج displacement دي بيرفورم دريفن انتو جراوند اند ليفت ان ايه؟ position. اول حاجه سوليد، بيبقى ممكن تمبر، كونكريت، بري كاست كونكريت بايلز، نون بري ستريست او بريست، وفي هولو وذ ايه؟ كلوزد اند، يعني مجوف كده وفي في الاخر مقفول هنا، بس ده بيبقى ستيل او كونكريت ايه تيوبس. فورمد ان ذا ايه سايد او سيتشو، اللي هي كلوزد اندد تابلر دريفن ذن
withdrawn نبتدي نشيلها، يعني بعد ما نحفر نشيلها، وبعدين نبتدي ايه نحط الخرسانه بتاعنا. زي في خوازيق مشهوره جدا زي خازوق فرانكي، ريموند، مونتيوب، اي نوع من انواع الخوازيق ديت، ودي اسماء الشركات اللي بتنفذ الخوازيق ديت. اما السبوز ديسبليسمنت فده بيبقى سكرو بايلز او ستيل اتش بايلز او بوكس بايلز او ستيل تيوبز بايل اللي هو اوبن اند مفتوح. بنقول التيوب سيكشنز ميد بلاك اند ايه اند بيكام لارج ايه ديسبليسمنت. طيب يعني زي ما انت شايفه ده سمول ايه ديسبليسمنت، عباره عن الشكل اللي هو مين اللي هو الاي سيكشن دوت. لكن اللارج ديسبليسمنت بص يا سيدي ده ايه شايف مقفوله اهي التيوب اهي، وان كانت تيوب من الخرسانه او من الايه الستيل. طيب اما بالنسبه بقى للنون ديسبليسمنت اللي هو ريبليسمنت، بنقول void formed by boring، يعني هبتدي اعمل فراغ عن طريق الايه الجثه هنحفرها وبعدين هنبنيها بالايه بالخرسانه. during construction the hole may need to be support for which ايه ممكن وانت بتحفر اصلا في مشكله. ايه اللي يحصل؟ يعني انت حفرت تلاقي ده اتهدل، فهتبتدي تحط الخازوق ازاي؟ فاهمني ازاي؟ فالبورد بايل ده ممكن يبقى كيزد او انكيزد. يعني ايه كيزد؟ يعني ممكن احط له هنا ها زي ما بيقول ايه كيزد، يعني غطاء حامي التربه ان هي ما تخشش هنا، واللي بيبقى فيه ستيل كيزد وفي دريلنج مان. يعني ستيل كيزد يعني ممكن الكيز دي اللي انا هحطها دي تكون حديد، وممكن تكون احطها عن طريق مين البنتونايت اللي هو يبتدي يسند الجوانب بتاعتي. الديسبليسمنت طبعا ممكن تبقى مالها كبيره او لوز ديسبليسمنت. ديسبليسمنت بايل ار بايل ذات اكتشوالي ديسبليس ذا ماتيريال ذي ار دريفن انتو، يعني ببتدي اشيل الماتيريال بتاعه. يعني لو حبينا نلخص كده انواع الديسبليسمنت بايل، الديسبليسمنت في عندي مين لارج ديسبليسمنت وفي سمول ديسبليسمنت. اللارج ديسبليسمنت ممكن يبقى ايه بري فورمد وممكن يكون فورمد انسايد. البري فورمد ممكن يبقى سويل كونكريت اور ايه تمبر، لكن او ممكن يكون ايه هولو تيوب كلوزد ستيل اور كونكريت ماشي. اما الفورمد اللي هو يعني موجود في الموقع فده بيبقى تيوب فورمد ويز ايه درو فويد فيلد ويز ايه كونكريت، هبنيها بالايه بالخرسانه. اما بالنسبه للسمول فهي اما عندي ايه سكرو يا اما يكون هولو تيوبز اور ايه اتش سيكشن ايه ستيل. طيب ازاي بقى ابتدي انفذ او ادق طريقه الطرق، يعني ان انا ادق بيها الخوازيق بتاعتي. عشان ادق الخوازيق ممكن تكون دروبنج ويت، يعني عندي الخازوق اهو وفي عندي ويت اهيت ماسكه واروح سايبه هوب يروح نازل دقق الخازوق، او عن طريق الاكسبلوجن، او عن طريق الفايبريشن، او عن طريق جاكينج restricted to microbiles بس، وممكن عن طريق جيتنج. كل دولت الطريقه بتاعت مين ان انا ابتدي اعمل درايفنج لمين للخوازيق. فطبعا الخوازيق اللي هتدق ديت هيبقى شكلها عامل ازاي، ممكن تكون كومبوزيت سيكشن يعني فيها عندها ستيل وخرسانه، ممكن تكون كونكريت، ممكن تكون بايل، ممكن تكون اتش بايل، ممكن تكون ايه تمبر عندي. طيب طبعا الاتش بايل زي ما انت شايف بيبقى متجهز كده، وابتدي الاطوال بتاعتي بعرفه عشان ابتدي ادقه في الموقع. طبعا ممكن لما ادقه يبقى في مشكله عندي في الجزء اللي تحت هنا، فببتدي اعمل له ايه التويل قدم بتاعته، ابتدي اعمل لها تيبنج كده عشان اعرف ادقه بسهوله. وده صوره لمين للتمبر بايلز اللي انا هقدر ادقه. اما بالنسبه بقى للي هي المواسير، المواسير عندي ممكن تبتدي اعمل لها الكاتنج شور بتاعتها من بره، او ممكن تكون الكاتنج شور بتاعتها منين من جوه زي ما انت شايف الشكل اللي قدامك دوت. طيب في عندي برضك بيبقى فيه الخوازيق بتاعتي بيبقى ليها هنا حاجه اسمها ايه فليت كلوجر بليت، يعني اللي هو هيقفل مين الخازوق من تحت نقط عشان يزود البيرنج كاباسيتي بتاعه الخازوق. في قلنا نوع تاني اللي هو الايه الكومبوزيت بايل. ايه الكومبوزيت بايل ده؟ عباره عن الستيل دوت مصبوب عليه خرسانه، عشان كده بيسموه ايه كومبوزيت بايل او الايه كونكريت اتش مين بايل، او ممكن يكون ماله ها بايل ومعاها مين اتش مين بايل بالشكل اللي قدامك ده. وفي ممكن الخوازيق كمان تكون بري ستريسد، بس ديت خارجه عن نطاق الدراسه بتاعتنا. طيب عايز بقى ادق الخازوق بتاعنا، فبيبقى في عندي هنا الدرايفنج شو، وفي هنا البايل نفسه الكيسنج بتاعتي، وبعدين الدروب هامر موجوده فوق هنا، وده بيسموه الهامر جايد. يعني ايه الهامر جايد؟ اللي هي يعني عشان لما اجي ادق ما اجيش ادق كده، انا عايزها تبقى لازم تنزل مالها راسيه، وابتدي ادق في مين؟ في السويل بتاعتي. بس تخلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا، ان احنا في عندنا نوعين من الدروب بايل دروم هامر او المطرقة اللي هتدق الخازوق. في عندي سنجل اكتنج ستيم اور كومبريسد اير هامر، النوع الثاني دبل اكتنج بايل ايه هامر. ده طبعا كله تكنيك في التنفيذ، يعني فاهمني ازاي؟ فعندنا ايه البايل درايفنج مين ريج والبايل هامر، والايه هامر اكسسوارز بيبقى في عندي مين الليدرز اللي هي تجهز
المكان اللي هي ادق عليه الخازوق والكوشن ماتيريالز والبري دريلنج جيتنج اند ايه سبورت. زي ما انت شايف المكان دوت مخصوص عشان يدق الايه الخوازيق. طيب في عندي بالنسبه للامباكت هامر في عندي دروب هامر بتاعي وفي اير ستيم هامر وفي ديزل هامر وفي هيدروليك هامر. كل دي انواع خوازيق. خلي بالك طبعا احنا مش هنتعمق فيها قوي لكن الحاجات دي كلها بتخش وانا بصمم الخازوق نفسه لو كان هيدق انا هستخدم انهي نوع من انواع الخوازيق ديت او المطارق ديت او لو كان فايبريتوري ايه هامر يعني يعتبر ماله يعتبر مطرقه اهتزازيه او بايل جاكينج مين ديفايس بالشكل اللي قدامك ده. كل دي انواع الهامر. في دروب ايه الهامر سهل بيبقى سهل جدا ده ابسط انواعها اولد ستايل اوف هامر طبعا سمبلي ريزد باي ذا ايه كرين اند ريليز تو ايه امباكت ذا مين ذا بايل بص شيله هوب ويروح سايبه يشيل ديت ويروح سايبه وفيري سمبل هامر يت سلو اند افشنسي از ايه مش طبعا كلام قديم دوت خالص. لكن دلوقتي الاير ستيم هامر هي دي طبعا اللي ايه زيوزد ايه سينس ايه 19th century والهامرز ار سمبلي ريكوايرد ليتل مينتنس اند ار of a long duration. Efficiency طبعا تعتبر also variable due to the age of hammers and the conditions and operations. Hammers can be single او ايه double زي ما احنا اتفقنا قبل كده. طبعا زي ما انت شايف دي المكنة اللي خاصة بدق الخوازيق. وفي عندنا بقى الهيدروليك هامر. الهيدروليك هامر ده new type of impact hammer يعني ده نوع جديد من انواع مين الامباكت مين هامر. uses hydraulic fluid to move a ram up and a down usually has some kind of a downward assist. وكمان ايه كمان لاحظ ان هي incorporate energy and flow rate control along with date recording. فدي طبعا من احدث الاجهزة في دق الايه الخوازيق. زي ما انت شايف لا ده بقى ما بقاش دق انت بتتكلم عندي ده بيعمل ايه بيتحط على التربه ابتدي احفر السويل بتاعتي وابتدي احط مين هنا احط الماسوره وابتدي طبعا الماسوره ديت ليه اللي هي الكيسنج اللي هي حفظت مين حفظت التربه ان هي تنهار وابتدي ادق ايه اصب الخرسانه بتاعتي في الموقع. زي ما انت شايف اهوت ابتدى يصب الايه طلع ديت وحط الحديد ده الحديد بتاعي وابتدى يصب الايه الخرسانه في الخوازيق بتاعتي كده. يبقى احنا قلنا بسرعه انواع الخوازيق. طبعا الموضوع كبير جدا وفي المرجع اللي انا قلت لك عليه بصوا عليه وشوفوا الانواع بتاعت الخوازيق بالتفصيل لو انت عايز تزود معلوماتك. شكرا.